الاستوديو إسراء وجيه رسامة فنانة تميزت بلوحات فنية عديدة ترسمها خلال المونديال. أرحب بك إسراء. إسراء، فكرة هذه اللوحات، لدينا عدة لوحات هنا في الاستوديو، هذه الفكرة كيف بدأت واشتغلت عليها قد إيه تقريبا؟ بدأت فكرة اللوحات دي لما قرب موعد المونديال وأضفت عليها اللي هي اللمسات الخليجية بتاعت دولة قطر، يعني زي لوحة المحار مع كرة القدم والأبراج وكأس العالم. خليني أعرضها. دي لوحة المحار مع كرة القدم اللي تعبر عن الكاميرا. هذه الكاميرا هذه هي، وهي تعبر عن جزء كبير في الثقافة القطرية، وأيضا ملعب الخيمة مع شعار لعيب. ملعب البيت هو الذي يعبر أيضا عن الثقافة القطرية، يعبر عن الخيمة، المنزل الخاص بهم قديما. والأبراج هي التي تعبر عن الإنشاءات والتطورات التي حدثت في قطر. هذه الإضافة. طيب، دي أفكار مجموعة من اللوحات اللي رسمتها. اللوحات معروضة في، موجودة فين؟ موجودة في كتارة، موجودة في سوائف، موجودة في الأماكن المتواجدة فيها اللوحات؟ طبعا دولة قطر بتشجع جدا الفنانين والرسامين يظهروا مواهبهم، فعاملين أماكن كتيرة في كتارة، في سوق وائف الوكرة، أيضا في سوق في مشيرب، في أماكن عديدة، وفي أرت أكاديمي وفي البازار يقومون الفنانين بعرض لوحاتهم جميعا. يعني بسهولة كل اللي موجود الأيام دي موجود في قطر، فين ما يروح هيلاقي فيه مشاركات فنية كتير. نعم فعلا. طيب، مشاركات الفنانين الآخرين معك، هل بتنسقوا عمل واحد؟ بتنسقوا آليات عرض اللوحات؟ آليات التنسيق بينك وبين مجموعة من الفنانين هنا في قطر؟ يقوم مجموعة من الفنانين بننسق مع بعض ان احنا نعرض لوحاتنا في مكان معين، كل واحد بيحط افكاره ونقوم بعرضها امام الجمهور. يعني قمنا بعمل ذلك في سوق في الوكرة. جميل. وأتى العديد من الجمهور ومن جميع الدول، وأعجبوا بالأفكار اللي احنا كنا عرضناها. حلو. طيب، بذكر انه في من 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 عديد الدول او من دول كتير موجودين دلوقتي بثقافات كتير وافكار كتير، طيب تعليقهم على اللوحات لما بيقفوا يشوفوا اللوحات؟ بصراحة بينبهر جدا، يعني أول مرة أشوف ثقافات مختلفة وثقافة جديدة في دولة عربية ومسلمة، ويشوف إن في فن هنا، باعتبار إن هو يعني حاجة جديدة بالنسبة لهم، في فنانين عربيين عندهم مواهب كبيرة وحلوة. حلو. طيب، فكرة يعني الرسائل اللي طالعة من اللوحات اللي بترسميها بتوصل للناس؟ نعم. الأجانب بيفهموها. التعليقات، الأبرز التعليقات اللي جات لك عليها؟ عن المحارة، كانوا عاجبينهم فكرة المحارة، قاعد يقولوا ان هم شافوها على الكورنيش. صحيح. الأبراج، مبهرين بالأبراج جدا لان كتير بيصوروها، يعني حتى من الدول العربية لا كانوا منبهرين بالرسومات دي. هل تقدري مثلا تحددي اكتر جنسية كانت مهتمة بمتابعة الأعمال الفنية؟ هو في كتير بصراحة، يعني هو كان في أنواع كتير يعني. طيب، أبرز يعني لو قلنا التعليقات على عملكم أنتم كفنانات، وخاصة كبنت بتشتغل على الموضوع ده، جات لك أي تعليقات من كده؟ هل في فنانين كانوا حاضرين وشافوا اللوحات وكان ليهم أي تعليقات؟ كانوا بيعلقوا، كان يعني احنا بناخد افكار من بعض، ممكن بيساعدوني اضيف الوان معينه، ممكن احط اضافه الشكل، لكن في مشاركه حلوه بصراحه منهم. اقصد في فنانين جم زاروا البلد في الفتره دي؟ فنانين زاروا البلد من رسامين، يعني احيانا ممكن يكون واحد فنان جاي يحضر مباريات وشاف اللوحات معروضه وكان ليه تعليق عليها. والله لا، ما صادفنيش لحد دلوقتي فنان يعني يشوف. بس لا، الفنانين المحليين كتير جم. كويس. والتفاعل مع اللوحات بيكون، هل في حد بيعرض عليكم ان هو يشتري لوحات ولا الناس بتيجي تتفرج وبتمشي؟ لا، في ناس بتكون عايزه تشتري لوحات، في ناس بتسال ايه الماتيريالز اللي استخدمناها في الموضوع. كويس. طب خدت منكم كام وقت؟ لا، بيسالوا بتطرقوا للتفاصيل بتاعه اللوح. طيب، قلت لي ان انت بتنظمي مع فنانين تانيين هنا الاماكن اللي هتحطوا فيها اللوحات او الرسمات اللي هتعملوها. هل في عندكم يعني زي جدول ل
لوحات معينة بتخرج بشكل معين برسائل معينة خلال فترة كأس العالم؟ هما بيحددوا معانا ان احنا مثلا اي حاجه تعبر عن كاس العالم، وكل فنان وهو خياله هو يعبر عنها في لوحته، وبنتجمع ونحط كل واحد يحط فكرته قدام الناس ونعرضها عشان الناس تتعرف على الثقافه بتاعت البلد. جميل. طيب بما انك فنانة، الارت اللي انت بتشوفيه او الشغل الفني اللي موجود في البلد حاليا، ايه تقييمك ليه ووجهة نظرك فيه؟ لا حقيقي مبهر بصراحة، في يعني اكتشفت فنانين هنا حلوين عندهم أفكار حلوة، يعني أنا كفنانة أنا ما وصلتش للأفكار اللي هم عاملينها، وفي فنانين قطريين لا شاطرين في الموضوع ده بصراحة. ايه ابرز عمل فني شفتيه هنا في البلد وحاسه ان هو علامه يعني مميزه موجوده؟ إن معظم الفنانين راسمين كأس العالم بطريقة حلوة، بطريقة مثلا 3D بألوان الزيت، لا ده كان ملفت، ومش ملفت ليا، ملفت لكل الناس، كل واحد عملها بفكرة مختلفة عن التاني. طيب اللوحات اللي رسمتيها سواء المحاره او في لوحة الأبراج، اللوحات دي تقريبا بتاخد منك قد إيه من وقت ما بتحط الفكرة لتنفيذها؟ وهل بتعيديها أكثر من مرة ولا وان شوت زي ما احنا بنقول في الإعلام يبقى مرة واحدة؟ لا هو وان شوت، عشان دي مش هينفع ان انا كويس. اعدل عليها. لا بنعمل سكتش الاول سريع ان انا هعمل ايه الفكره، بعدين اطبقها على اللوحه. احيانا في لوحه تاخد 3 ايام اسبوع عشان الالوان تنشف وكده. طيب والافكار دي انت زي ما قلت لي اخذتيها من اللي الناس شايفاه، المعالم اللي الناس شايفاها، المعالم المعالم. عندك فكره تانية ل الرسائل اللي خارجه من المونديال الرسائل، تطرحيها انا في شكل نفسي ان لوحات؟ ارسم كل الشعوب اللي زارت البلد ان هم قد ايه هم انبهروا بالتنظيم بالثقافه بتاعت البلد، فعايزه ادمج الحاجات دي في لوحه مع بعض. هل فكرتوا في ان انتوا كمجموعة من الفنانين مش لوحدك مع فنانين تانيين ان انتوا تشتركوا في عمل يكون عمل واحد شامل يعني لوحة كبيرة مثلا، او ما اعرفش انتوا القادرة ان انتوا هتعملوها ازاي، ولكن يكون في عمل واحد يجمع عدد من الفنانين فيه؟ احنا ممكن نخطط للموضوع ده، يعني هيبقى عامل كويس جدا، لان كل واحد يحط فكرته في لوحة واحدة هيبقى لا حاجة كبيرة بصراحة. أكتر الأماكن اللي هنا وفرت لكم دعم كبير سواء المكان نفسه أو حتى الماتيريالز والحاجات دي؟ لا كل معظم الاماكن كل الأماكن. معظم الاماكن هم بيشجعوا هنا عن الفن جدا. عظيم. طيب الجانب تاني بقى من اللقاء ليه علاقة بالمونديال نفسه، بتحضري المباريات؟ حضرتي كم مباراة ورأيك في الأجواء؟ حضرت مباريتين بتاعت فرنسا وتونس، لا كانت أجواء جدا مبهرة، والمشجعين وجو الملعب كان قوي، والتنظيم كان حلو، ان احنا نوصل الملعب عن طريق المترو بسرعة، لا مفيش تعب، والكراسي ونقعد ويدلونا على الأماكن. لا المشجعين ليهم دور كبير جدا في المونديال بالنجاح ده بصراحة. جميل. طيب هنرجع نشوف نسمع منك أفكار تانية ونسمع تفاصيل أكثر عن اللوحة الفنية اللي معمولة في قطر بشكل عام مع إسراء وجيه. هنرجع ولكن نروح لجولة سريعة لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يدور على هذه المنصات الرقمية مع زميلة نور، وجولة جديدة إليك نور. إذن سنعود مرة أخرى إلى نور، هي تحضر الكثير من، يبدو أن هناك أبديت وتفاصيل أكثر على منصات التواصل الاجتماعي تحاول أن ترصدها لنا. طيب أعود لك إسراء، دي فرصة عشان نكمل اللقاء إلى آخره. اللوحات، بما أن احنا كنا في ذكر منصات التواصل الاجتماعي، هل بيتم عرض اللوحات دي على منصة ما مثلا على البيج عندك أو الصفحة عندك، والتفاعل بيكون عليها إزاي؟ لا التفاعل عليها قوي، بنعرضها على المنصات والصفحات اللي بتدعم الفن، لا بيدعموا بيحطوها ويمنشنوا الصفحات، لا في دور كبير في منصات التواصل الاجتماعي من ناحية الفن. شايفة أن السوشيال ميديا كان ليها دور كبير في المونديال؟ اللي دور أساسي كمان. انت استغلالك للسوشيال ميديا في المونديال كان ازاي؟ ان احنا كنا بنعرض الاماكن، يعني في ناس كانت بتسال فين الاماكن دي بتاعت الفن، فين الاماكن اللي تم تصويرها، فالناس كانت بتسال من المنطقه دي بصراحه، من منصات التواصل. طيب ابرز يعني ابرز الفعاليات اللي انت شفتيها بجانب
المباريات وحضرتيها، كنت حريص عليها؟ الفعاليات ان كانوا الجماهير كل واحد وثقافته بيعرضوا اغانيهم والرقصات بتاعتهم، فكنت اول مره اشوف الحاجات دي. كل بلد ليها ثقافه، كان حلو. وايضا الاجانب كمان اللي من دول تانية كانوا بيتفرجوا، كانوا ينبهروا يدخلوا معاهم في حلو. الاجواء دي، ده كان حاجه لطيفه. طيب إذا تكلمنا عن أبرز المواقف اللي شفتيها خلال المونديال، طبعا أنت مقيمة في قطر، نعم، ففي حاجات كثير هي جديدة على عنينا هنا في قطر، اللي أقام في قطر لفترة طويلة سواء مقيم أو حتى قطري ممكن يكون شاف، بنشوف ثقافات كثير بتصرفات كثير. أبرز حاجة أنت شفتيها كانت بالنسبة لك ملفتة خلال الفترة اللي فاتت؟ ان اللي جايين من دول تانية كانوا ليهم ان هم واخدين راحتهم، ان هم بيرقصوا في اي مكان، ان هم بيندمجوا مع الجمهور. يعني اكون ماشية الاقي حد بيندمج معايا، ياخد العلم، ياخد الاعلام مني يتصور بيها وانا ما اعرفهمش. لا يعني اللطاف مع بعض دي كانت في حاجة حالة حلوة. تواصل إنساني بين الناس وبينها وبين بعض. ايوه، طيب كل المواقف دي تأثيرها على الخيال والأفكار بالنسبة لحد بيرسم وليه أعمال فنية؟ بتخليني اشوف مثلا كل دوله بيعبروا عن ايه. يعني كل واحد ليه ثقافته، فممكن انا احط كل واحد وثقافته، امسك الثقافه بتاعت الدوله واحطها، ليه ما اقسمهم واجمعهم في فكره معينه، فده بيساعد في الرسم. طيب الرسمة اللي جاية اللي هتبدأي تشتغل عليها، هل بدأت الفكرة موجودة عندك ولا لسه؟ لا، بدأت عن اليوم الوطني مع كأس العالم. رأيك هيكون ازاي؟ رأيي ان انا حاسه انا عايزه اجيب كل الدول متحده وماسكين علم قطر، ان هم بيحتفلوا معانا في اليوم الوطني وبيشاركوا في حاجه، حدث كبير هنا في البلد. ايه المباريات اللي هتتابعيها خلال الفترة اللي جاية؟ لسه مباريات في تذاكر عندك ولا؟ لا، عايزين نجيب تذاكر. لا، في عايزه اتابع البرتغال، عايزه اتابع، انا لسه مش عارفه مين اللي خارج من اللي هيتأهل. مين اللي هيكمل؟ طيب بالنسبة للفرق نفسها، هل عندك أفكار للوحات للفرق؟ الفرق عايزه اشارك، اعمل عن حارس مرمى فريق السعوديه، منتخب السعوديه كان ليه دور كبير، فعايزه احط له افكار معينه، وكم لاعب من برازيل، برتغال، لا عايزه اضيفهم بطريقه يعني زي البورتري. طب سؤال اخير عن الناس نفسها اللي بتحضر، في عندهم احيانا بيقوموا بعمل حاجات ابداعيه من نفسهم، في مثلا حد بيلبس، ممكن تلاقي مشجع لابسه عبايه بعلم بلد، ممكن تلاقي حد مثلا من المكسيك لابس غترة عليها هي معموله من علم المكسيك. في كتير. الافكار دي انت شايفاها ازاي كفنانه؟ يعني بتشوفي التصرف ده من الناس ازاي؟ ان هم حبهم للثقافه هنا، حطوا الغتره بكل واحد بعلم بلده كتشجيع، وفي نفس الوقت ان هو مرحب يعني حابب الثقافه بتاعت البلد. وفي ناس يعني كانوا لابسين لبس خليجي، ثوب الخليجي بس مثلا لون ازرق على الفريق اللي بيشجعه. لا، كان ليه دور حلو بصراحه، وانه يخليني اضيف في الحاجات في اللوحات بتاعتي. هننتظر نشوف الكثير من اللوحات لإسراء وجيهها الفنانة المصرية، شركة بعدة لوحات، كما عرضنا جانب منها خلال هذا اللقاء. طيب